استقبل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الرفح الأخير وشهداء الوطن. ويبحث الاجتماع الذي يترأسه المهندس شريف إسماعيل عددا من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة، كما يناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة، من بينها قرارات رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة.